صباح الخير صبايا، وجمعة مباركة بإذن الله. وخلينا نفتتح بمد يد المساعدة لكل صبية بتحب إنه تاخد أفكار بسيطة لترتب بيتها. طبعا البعض رح يشوفه بديهي، والبعض رح يشوفه جديد، والبعض رح يحط إشارات استفهام وتعجب كتيرة، ولكن رح نقول نحن جروبنا جروب تعليمي، معناتها خطوة بخطوة رح نعرض كتير أشياء مشان يكون هالموقع التعليمي بجروب مطبخ دلال الحناوي على الفيس اللي تجاوز عدده فوق 125. خلينا نكسر روتين فقط طبخ طبخ طبخ، نعرض عدة أفكار للبيت، للصبية الصغيرة المبتدئة، للعروس. خلينا ندخل بالموضوع. عندك غرفة، طبعا أي غرفة، إن كانت غرفة صبية أو غرفة شاب أو غرفتك الشخصية أو غرفة عروس. إذا كانت الغرفة صغيرة، خلي يكون الأساس قدر الإمكان يكون معلق مثل ما هون لتواليتة. المساحة الغرفة هون صغيرة ما لا كبيرة، بدنا نستغل أي حيز من المكان باستعماله وباستغلاله. عملت لتواليتة معلقة، ممكن تشوفيها بآيكيا، في إلى أجرين ممكن تشيليهم، عندهم كتير أفكار بيعطوك إياها مشان تعلقيها بالحيط. اختاري انتي المسافة بين الأرض، أنا عليتها شوي مشان تعمل خدعة بصرية للشخص بأنه الغرفة واسعة. تقدري تحت تحطي بوكسات، صناديق كمان من عند آيكيا بتاخد العقل، وحتى غير مكان متوفرة. طيب صبايا، هون سحابات، خلينا ناخد أفكار تقسيمات. تعرفوا أنا لي هواية بالطبخ كتير، بعمل راحة، بعمل غريبة، بعمل ضيافات بالمناسبات، ما بشتريها جاهزة أبداً أبداً، دايماً بفضل شغل البيت. شاري صناديق، بحطهم بصناديق، مستحيل وقت رح أضيفك ضيافة بإذن الله، وقت البضيف ضيافة كلهم بفكروها جاهزة. طبعاً هدول كمان هيك استراسات، حبيتي مثلاً مولود، حسب المناسبة، تخرج ابنك أو شي، تاخديهم من السوق بتزيني ضيافتك فيها. هدول التقسيمات استغليتهم مشان احط فيهم لوازمي. هدول النظارات، في عندي هالمكان هون، ما في مشكلة بحطهم هون، هاي النظارات كلياتها. طيب عندي هون الصناديق، هذا تلبيسة كرسي كوي. خليني اعطيكي فكرة كتير حلوة، كلياتنا بنعرف انه في طبعا جاهز، بس انت عندك مثلا شرشف مليتي منه، او بدك انت تعمليه بشكل شخصي، تنتقي نوعية جيدة، كتان 100%، تغلي، لانه بتعرفي دايما معرض تلبيس كرسي الكوي احيانا ليتوسخ او يلتدئ بطريقة الغسيل بتروب. اخذت شرشف مجوس عند الخياط، خيط اثنين، هلا رح افرجيك اياه، رح افتح لك اياه كبير. هو انا اضطريت، في البعض بيقول مدام دلال ايه ملان منه بالسوق، ملان، ولكن الكرسي الكوي عندي انا كتير كبير، حجمه كتير كبير، وبدي اخده قوي. عملته طاقين، يعني الشرشف هذا طاقين عملته واخدته عند الخياط، عمله لاستيك على الداير مشان البس كرسي الكوي، وعملت بدلين، كل ما توسخ واحد ببدل الثاني. هالفكره خديها، هالفكره هي المطاطيه على الداير. اذا عندك كنب، المخدات اللي بنقعد عليها هدول مشان ما يتعرضوا للوسخ دايما،
عندها أولاد صغار، أكيد الكل عنده أولاد صغار، وفي ضيوف معهم أولاد صغار، اعملي هالحركة هاي، ركبي عالداير لاستيك ولبسي المخدة. هلأ بفرجيكي شلون. اعتبري هاي مخدة، هاي مخدة الكنب اعتبريها، وهذا اللاستيك بنعمل بهالشكل صبايا. طبعا بده يكون مشدود، بده يكون مشدود بهالطريقه. وصلت الفكره صبايا؟ راح افرجيكي كرسي الكوي. هذا هو الكرسي الكوي اللي فصلت له، عملت تنتين، كل ما توسخت ببدلها. درزها هون مرتين مشان ما تفك بكل سهولة. طيب المناشف هي عبارة عن تقسيمات، انت بتشتريهم، اختاري المكان، في الرخيص وفي الغالي وفي الوسط. مناشف تطوير بشكل اسطواني، مثلا عندك السشوار، هاي علبة للسشوار، عندك هون كيس مثل كيس، حركة حلوة فيها ذوق، وبنفس الوقت بنحط الغرض اللي نحن دايما بدنا اياه بمتناول اليد، مثل مشط حبيتي اذا سشوار صغير، هاي مثلا ل اللي احيانا غلطتي، فرضنا حطيتي اسود طلع عليه وبر، في منهم عندهم قط بيحوا بالبيت دايما الشعر بينزل منه. المهم هاي الاسطواني بتعملي بهالشكل، اشفي او وبر بيعلق عليها، كل ما توسخت، هي عبارة عن رول، كل ما توسخت شقفة تقلعيها، تنقلق بتطالعي غيرها على مبدأ المحارم. طيب صبايا تقدري تستعملي أي أداة بتشوفيها بالسوق، اللي بيحب الترتيب رح تلفت نظره هيك أشياء، مشان الخواتم، مشان الساعات، مشان الإكسسوار. بصراحة ما بحب الزحمة على التواليت أبداً، بتروحي جمال لتواليتي، مجرد بارفيوم واحد او اثنين، واحد لك واحد لجوزك، كل ما خلص بتطالعي واحد. نفس الشيء خليني افرجيكي شلون نسق البنطلونات بشكل حلزوني، مشان استعمل اي مكان بسيط استغله. هون نفس الشيء، في كتير اشياء، هدول ضبنات مثلا الاحذية، هون البلواز اللي بنلبسهم، المحجبات تحت البلواز اللي بنسكن، الجاكيتات، بولارو. طيب هون نفس الشيء مشان الاكسسوارات، خواتم، اي اكسسوارات عندك عند بنتك الصبيه بهالشكل. هاي تبعت ضيافه، رحنا بمناسبة ضيفونا إياها، استغليناها مشان دبابيس الحجاب، وشكلها كتير حلو مثل البومبو، مثل البومبون. بتقدري بالزوايا تعملي رفوف، تحطي شموع أو تحطي كوادر صور. بالزاوية بتحبي لعبة بسيطة، بتحبي مخدات، حتى استغلي أي مكان. هذا الصندوق بدي أفرجيك إياه، لو خربطنا الغرفة إيش مستغلته، ما عندي مكان، حيطة هدول تبعات الكريمة، تبعات الجاتويات، ما هو مبين، وبنفس الوقت رفع اللعبة عن الأرض. بهالشكل. طيب خلينا نشوف كمان ورا الباب، هاي تبعت أحذية، ممكن تستغليها لغير الأحذية. أكيد وراء أي باب في تعلوقة، الواحد بيرجع
بكون عرقان بيعلق تيبه او بجمت النوم بيعلقها جنبها. هي يمكن تبعت زرع عندي اياها ما حبيت اكبها مليت منها، عملتها مشان ابني او بنتي وقت بيشلحوا جرابهم ما يتركوه بالارض ملبوس. هذا الجراب ممكن يلبسه يومين بس مو يوم واحد، او ممكن تعمليه تخزين مشان الجرابات بس ما تحطيه بهالمكان، ما تحطيه بهالمكان. ممكن تستعمليه للجرابه اللي تاني يوم رح يلبسه على المدرسة تحطي له اياه هون مشان الصبح يعتمد على نفسه ويفيق لحاله ويلبس جرابه. انت اختاري المناسب لتستعمليه، انا عم بعطيكي مجرد فكرة. ممكن تحطي تعلوقة وراء الباب تعلمي ابنك شلون يعلق تيبه مشان تدريب على انه يعتمد على نفسه. هاي تبعت فراشي مالي مشتريتها، هي بالاصل تبعت فراشي عاملين عرض عليها عم بيبيعوها مع فرشاية شعر، استغليتها حطيت فراشي استشوار. طيب ممكن شوفي حيطة انا قطع الكيك هون عندي زحمة بالمطبخ حطيته هون ما في مشكلة، منفاخ البالونات وحطيت هالكيس اللي شايفتي هاد حطيت فيه روايح عطرية هون مشان تطلع روايح حلوة. تحت حيطة فيها بولارينات، هذا سبادرين بستعمله في البيت فقط، بمشي عليه على جهاز المشي ما بستعمله لبرا ابدا بحطه هون. بدي اعطيكي هالتعلوقه لسه ما علقتها بدي افرجيكي اياها، هي كثير حلوه بتحطيها ورا باب الحمام، بتعلقي عليها السلاته، بتحطي اللي بدك اياه استعمليها حسب شوفي شلون استعمالاتها. هي استعمالاتها. طيب صبايا خلينا بتمنى صبايا جروب مطبخ دلال حناوي اللي تجاوز عدده فوق ال 125,000 يعرضوا افكارهم وما يخجلوا من هالافكار وما يستهينوا فيها، وخلينا نهمل الشريحه اللي بتحط اشاره استفهام وتعجب وبتستفز لتحسسك بانه طرحك ما له قيمه، بالعكس له قيمه كبيره وواثق الخطوه يمشي ملكا. خلينا نعزز الثقه بانفسنا وما نراقب الناس ما تهمنا، المفروض دائما نهتم بصلب الموضوع وبالفكره المفيده والكلمه الطيبه صدق. وأي شخص اتواجد بالصدفة أو دخل الجروب غلط ممكن بكبسة زر يتوارى عن الأنظار وما يمل مننا أبدا ولا من أفكارنا. نحن جروبنا جروب تعليمي بكل شيء بخص البيت، ورح نمشي خطوة بخطوة مع أي صبية حابة تستفيد، وبتمنى المشاركة والحوار برقي.